تتويج الجزائر عاصمة للرياضة الإفريقية باحتضان أكبر محفل للشباب، والمشاركون يكرمون رئيس الجمهورية نظير جهوده في خدمة الشباب وإسهاماته في رفاه وتنمية القارة. تنفيذاً للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازا، ووزير العدل يؤكد أن العنصر البشري الكف أساس تكريس دولة الحق والقانون. طلبة البكالوريا يطلعون في هذه الأثناء على النتائج عبر خدمة مجانية، وقطاع التربية ينظم ورشات تكوينية للحوار والتشاور لضبط رزنامة الامتحانات الرسمية. تنموي محطة جديدة لضخ المياه ببرج بوعريريج، وسد أوركيس بأم البواق ضمن برنامج التحويلات الكبرى للمياه. وفي موسم الاصطياف، مخيمات علمية بتيبازا، تنافس واكتشاف للمواهب، ومسابح جديدة بنعام للتخفيف من شدة الحر الاستثنائية. تحية لكم مشاهدين، أهلا بكم. إذن وقبل أن نفصل في العناوين، نقف عند الحدث التربوي، حيث شرع في هذه اللحظات شرع المترشحون لشهادة البكالوريا الذين يزيد تعدادهم عن 700,000 في الاطلاع على نتائج بعد فتح البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. كما يمكن للمترشحين الاطلاع على نتائج على مستوى المؤسسات التربوية أو عن طريق متعاملي الهاتف النقال بالرسائل القصيرة عبر الاتصال بالرقم 567. هذا إذن، وكانت وزيرة التربية قد أعلنت أن نسبة النجاح بلغت 55.88%، بالتوفيق للجميع. وكما أوردنا في العناوين، إذن الجزائر حاضنة إفريقيا المرافعة باسم قضاياها المسهمة في بعث التنمية المستدامة في ربوعها والملهمة في نشر قيم السلم والتعايش، تجدد العهد هذه المرة رياضيا في أكبر محفل إفريقي للشباب في طبعته الثالثة، ليتوجها عاصمة للرياضة الإفريقية ويوشحها بوسام الاستحقاق الأولمبي نظير جهود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الارتقاء بالشباب الإفريقي. المتابعة لمحمد شيماني. الجزائر عاصمة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بحجيج رياضي من 54 دولة، والجزائر استقبلت الوفود كالعادة تأكيدا لدورها الإفريقي الاستراتيجي وانتمائها الطبيعي، فكان الحفل كبيرا في مستوى السمعة الإفريقية لبلد لطالما رافع للقارة السمراء وجمعها كما اليوم ببعدين هما الشباب والرياضة، برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي كرم من جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أعلن الافتتاح الرسمي للألعاب. أشكر جزيل الشكر باسم الجزائر شعبا وحكومة اللجان الأولمبية الإفريقية على إسداء وسام الاستحقاق لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الذي كرس حياته في خدمة الشباب الجزائري وفي ترقية حقوق ومكانة إفريقيا في العالم. والآن وبدون إطالة وباسم السيد رئيس الجمهورية أعلن رسميا عن افتتاح الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب. شكرا لكم والسلام عليكم.
كرونولوجيا الحفل في شطره الأول صنعتها الوفود المشاركة التي استمعت لكلمة وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، مؤكدا حرص الدولة الجزائرية على أعلى مستوى لإنجاح التظاهرة، قبل توقف الأمين العام لجمعية اللجان الأولمبية الإفريقية أحمد أبو القاسم هاشم عند جهود الجزائر لترقية قطاعي الشباب والرياضة، ثم عرض كلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ للمشاركين. Bonne chance à vous tous. À vous tous à Alger, un grand merci. Je vous souhaite une très belle cérémonie d'ouverture. انتهاء بالنشيد الأولمبي وقسم الدورة لممثلة الرياضيين التي اختتمت الشطر الأول قبل إشراق شمس إفريقيا من الجزائر. من الجزائر إذن استطاعت شمس إفريقيا من خلال حفل استعراضي ضخم عكس تاريخ الجزائر المتجذر في عمق القارة الإفريقية بلوحات فنية ووصلات غنائية أبرزت البعد الحضاري للجزائر. الاستعراض الذي حضره الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من الوزراء وشخصيات وطنية وإفريقية وممثلو هيئات رياضية إفريقية ودولية وسمه وثائقي أبرز المساهمة الفعالة لرئيس الجمهورية في ترقية القارة الإفريقية وخدمة الشباب. محمد شماني ثانية. 3 2 1. السيدة الشمس أو صوت الشباب الإفريقي بأحلامه وطموحاته جمعت السحر بالواقع بتوقيع الديوان الوطني وبمشاركة فناني ومبدعي الجزائر في قطوف الفن من الكون إلى إفريقيا. فكانت اللوحات التسع لفريق المخرج فريد عوامر. خارطة القارة تجلت ومعها ظهرت المرأة الشمس في أجوائها الخاصة لتبشر بإفريقيا مهدا للبشرية. مع 100 فنان كوريغرافي استحضروا الرجل الحجري، عادوا بنا للجذور وأمدوا خيوطها للمعاصرة في حوار الجوال بمغني الراب. سلامي سلامي إفريقي تقف تاريخ أجيال. الرياضة الإفريقية عادت لمسرح وملعب 5 جويلية ومعها إنجازات الأبطال الأفارقة في مختلف الرياضات ثم في تعدد الجماعات الإفريقية، قبل تقديم صورة الشاب الإفريقي اليوم عبر رقص الهيب هوب والرسوم الحائطية الفنية. الجزائري هو الذي جعل مني رجل. اللوحة السابعة أو الشريط الوثائقي قدم الجزائر إفريقيا مكانتها ودورها في القارة السمراء، فاستعرضت واستحضر شريطها لمسة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في التأسيس لإفريقيا اليوم، كما استحضرت اللوحة تضحيات الشخصيات الكبرى في صورة فخامة الرئيس وإنجازاته في شتى المجالات والمؤسسات الإفريقية والهيئات. أقولها وأعيد، لا أخال القارة الإفريقية دون الجزائر، ولا مكانة للجزائر في هذا العالم الخطير دون أبناء القارة الإفريقية. شمس إفريقيا في ليلة جزائرية تجلت. وقدمت شمسها تراثا فنيا متنوعا بالفيديو والمؤثرات. أثرت الليلة وأنارتها بربوع جزائر 2018 بشرقها وغربها وجنوبها إلى إفريقيا الفرحة والبهجة، إلى شبابها في ليلة أحياها 500 فنان وتقني جزائري. في ليلة كما ألف ليلة، ليلة إفريقيا الأم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل له صلاة الجميع ونواصل دائما مع الحدث الرياضي الإفريقي حيث كانت القارة السمراء حاضرة بكل أطيافها وألوانها التي ازدان بها ملعب الخامس جويليا في أكبر تظاهرة رياضية إفريقية. يوسف رزيق. مدرجات الملعب الأولمبي بدأت تمتلئ رويدا رويدا بالعائلات والشباب وحتى أطفال المخيمات الصيفية الذين اكتشفوا أجواء ملعب 5 جويليا التاريخي لأول مرة. أجواء في الملعب في هذا الملعب شابة مع الأمبيونس. أنا نحب الرياضة. أجواء رياضية ممتازة. عجبني الحال بزاف وهذه نتفكرها كاع حياتي إن شاء الله. ومع دخول مختلف الوفود المشاركة انتظر الحضور دخول الوفد الجزائري. ولأن الحدث يتعلق بتنظيم جزائري ولأنه حدث قاري فرجال الصحافة والإعلام سجلوا حضورهم بقوة إلى جانب التلفزيون الجزائري الذي نقل الحفل على المباشر. ولأنها إفريقيا فاللباس والعادات والتقاليد والأهازيج والرقصات كانت حاضرة في تنظيم شهد له المشاركون. افتتاح رائع التنظيم ومش غريب على الجزائريين. It's really organized. I like it. تنظيم حلو
وبلاد حلوة. وإحنا متشرفين بالجزائر لأن هي رفعت اسم العرب كلهم في بطولة أفريقية ثالثة. كان لا سيريموني مليحة لي كولور شابين سورتو مع الجزائر. إحنا هنايا الجزائر معنا بزاف، إن شاء الله نرفدوا العالم كي نلعبوا. فيف لافريك، فيف لافريك، فيف الجزائري. ميرسي. العائلات الجزائرية استمتعت باللوحة الفنية المقدمة وتفاعلت معها. رحبوا بضيوفنا من الدول الإفريقية جميعا، 54 دولة اللي جاتنا، وهنا رانا بيبنا مفتوحين، والجزائر منورة وديما منورة بضيوفها وبسكانها. داروا بيان وبيان اورغانيزي وصافا، عجبنا الحال. يعني فريمون سي شامبيون. إلى التعاون البرلماني، أين استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وفدا عن لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي برئاسة النائب دافيد ماك أليستر. الطرفان بحثا عدة مسائل تتعلق بتعميق الحوار والتشاور حول تجسيد برامج مشتركة للتعاون. كما استقبل الوزير الأول أحمد ويحيى وفد لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي برئاسة النائب دافيد ماك أليستر، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. من جهته استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل استقبل وفد لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي برئاسة النائب دافيد ماك أليستر. نحن هنا بالجزائر لتعزيز علاقات التعاون بين البرلمان الجزائري والبرلمان الأوروبي. تباحثنا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجزائر بالنسبة للاتحاد الأوروبي دعامة مهمة للاستقرار في المنطقة. كانت لنا الفرصة أن نتطرق أولا للعلاقات ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. تطرقنا كذلك إلى الأوضاع الأمنية في منطقتنا، تطرقنا إلى مكافحة الإرهاب، مكافحة التطرف العنيف، الأوضاع في ليبيا، في الساحل، في مالي والصحراء الغربية. قدمنا وجهة نظرنا بالنسبة لحل كل هذه النزاعات، وتكلمنا كذلك على الهجرة الغير الشرعية والهجرة السرية، وقدمنا نظرتنا كجزائر بالنسبة لهذا الملف. بدوره استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي. نشيد بجهود الجزائر في القضاء على آفة الإرهاب. حقيقة هو بلد يحتذى به في بسط السلم والمصالحة ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. والوفد البرلماني الأوروبي استقبل أيضا من قبل نائب رئيس مجلس الأمة جمال ولد عباس. إثر وفاة الرئيس السابق للجمعية الوطنية لجمهورية ناميبيا ثيوبين جيريراب وباسم رئيس الجمهورية، وقع اليوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بسفارة جمهورية ناميبيا بالجزائر على سجل التعازي، معربا عن تضامن وتعاطف الجزائر حكومة وشعبا مع عائلة الفقيد والشعب الناميبي. الراحل تقلد عدة مناصب هامة، حيث كان أول وزير لشؤون الخارجية لجمهورية ناميبيا المستقلة، كما شغل منصب وزير أول وعرف عنه التفاني والإخلاص في خدمة القضايا العادلة في إفريقيا والعالم أجمع. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يقوم الوزير البرازيلي للعلاقات الخارجية بزيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من 22 جويلية الجاري. الزيارة تسمح ببحث فرص تعزيز التعاون والشراكة والاستثمار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
على إثر الحركة الجزئية التي أجرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في سلك الغذاء، أشرف اليوم وزير العدل الحافظ الأختام الطيب لوح على تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية تيبازا ناصف الحسين. وبالمناسبة أعلن لوح عن تشكيل فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد مطلع سبتمبر المقبل. فاطمة أديب. مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيبازا ميزتها كلمة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أوضح فيها أن الحركة التي شملت سلك القضاء عادية تندرج ضمن تدعيم وتقوية جهاز القضاء الجزائري بالكفاءات المقتدرة. لقد حرص فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في هذه الحركة على تعيين إطارات قضائية في هذا المصف من المسؤولية، من الذين توسم فيهم القدرة على مواكبة التطور والتجديد ومواصلة الإصلاح الذي يشهده قطاع العدالة. كلنا يعرف أن مهام القضاء والقيام بالعدل هو عمل إنساني في المقام الأول، ومسؤوليته هي مسؤولية ثقيلة وعبء لا يقوى على حمله إلا من توفرت فيه شروط ومواصفات وتسلح بقوة الإرادة ونزاهة الضمير. الوزير قال إن دولة المؤسسات والحقوق والحريات غاية لا تتحقق إلا بجهد متكامل تغلب فيه مصلحة الجزائر بعيدا عن التوظيف السياسوي والحسابات الضيقة. سياسة فخامة السيد رئيس الجمهورية في الإصلاحات والمكتسبات المحققة لصالح الجزائر خارجيا وداخليا لم تكن يوما ما تؤمن بأسلوب الحملات المرتبطة بالمناسبات وردود الأفعال والقفز على المراحل، بل هي مبنية على رؤى واضحة ومنهجية متواصلة ومرتبطة بالتغيرات الدولية وبما يخدم استقرار وأمن الجزائر، استقرار وأمن الجزائر. إنه من غير اللائق أن يسخر فضاء التعبير الحر الذي هو من ثمار الديمقراطية من أجل الدعوة إلى التراجع على الأعقاب والحث الصريح من البعض أحياناً للرجوع بالوطن إلى مربع مضى تجرع الوطن والجزائريون والجزائريات خلاله الكثير من المآسي والآلام. إن الداعي إلى قول كهذا وما تشهده الساحة أحياناً من محاولات، بل من محاولات شد وجذ ونزاعات تخالف الواقع وتحاول تجاوز ما لا يسمح به القانون، ليس في الجزائر فقط بل في كل البلدان التي تحترم فيها الحقوق والحريات بصورتها الحضارية التي من بينها ما تعنيه هو احترام القضاء وعمله ومراحل الدعوة وخصوصياتها والالتزام بنقطة بداية الحق ونقطة انتهائه. وزير العدل حافظ الأختام كشف عن تشكيل فوج عمل مصغر مطلع سبتمبر المقبل من أجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد لتعزيز آليات محاربة الفساد.
أشرفت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت على افتتاح الورشات التكوينية المخصصة لتصنيف المؤسسات التربوية، والتي تهدف إلى إعادة النظر في بروتوكول الامتحانات الرسمية للأطوار التعليمية الثلاثة، مع ضبط المعايير والاقتراحات الجديدة المقدمة من طرف مديرية التربية. هدف كيف نخرج من الجانب فقط الإداري أو الجانب سوسيو مهني محض، وندمجه كاقتراح. هذا الورشة غادي تقترح، وباش تقترح لازم يكون عندنا مجموعة عمل اللي هي من خلال يعني تجربتها باش نوصل له. أعلنت اليوم وزارة الصحة والسكان وإصلاحية المستشفيات السحب الاحترازي لحصص تخص 16 اختصاصا صيدلانيا يحتوي على فالساختان وحده أو مع مادة أخرى، موضحة أن قرار سحب هذه الحصص لمخابر أنفا ميديس وميرينال وناد فارماديك وتافكو قد اتخذ على إثر التحذيرات الدولية التي أطلقت بخصوص إصابة المادة الفعالة فالساختان، والتي تنتجها شركة صينية بتلوث يعرف بأنيتروزو ديميثالين، التلوث الذي تم اكتشافه خلال صنع المادة الفعالة من طرف الشركة الصينية قد تم تصنيفه كمادة مسرطنة محتملة، لكنها لا تشكل أي خطر كبير على صحة المريض. وفي هذا الإطار أعطت وزارة الصحة مثل بقية دول العالم أوامر للمديرين الولائيين للصحة وكذا للصيدلية المركزية للمستشفيات والمصنعين المحليين المعنيين، إضافة إلى الصيدليات ومتعاملي التوزيع، أعطت أوامر بالسحب الفوري لحصص تخص 16 اختصاصا صيدلانيا معنيا بهذا العيب. ويذكر أن مادة فالساختان توصف لعلاج قصور القلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني واحتشاء عضلة القلب، وتنصح وزارة الصحة الذين يتناولون أدوية تحوي هذه المادة عدم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى طبيبهم المعالج. إلى التعاون مجددا، إن استقبل اليوم وزير المالية محمد راوية وزير المالية السنغالي مستشار الرئيس السنغالي مامادون ديابي الذي يزور الجزائر في إطار تظاهرة الألعاب الإفريقية للشباب. اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأفاق التعاون المشترك. أما وزير الشباب والرياضة محمد حطاب فقد استقبل نظيره المصري أشرف صبحي، كما استقبل حطاب وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل التشادي محمد نصرو عبد الله. وزير الشباب والرياضة استقبل أيضا نائب وزير الشباب والرياضة لمملكة لوزوتو ريتابيل موكيان. المباحثات تمحورت خلال هذه اللقاءات حول سبل تعزيز التعاون في مجال الرياضة والشباب. النهارده كنا بنتكلم مع معالي الوزير ان احنا كمان في قيادتنا وفي مسؤولياتنا ازاي ان احنا نمد هذه العلاقه من خلال تبادل شبابي وثقافي وفني ورياضي ما بين شباب الدولتين جمهوريه مصر العربيه ودوله الجزائر في شيء عملي جدا الفتره الجايه. لقد كانت لنا مبادلات في عديد الأفكار التي تدخل في مجال الرياضة، ونحن الآن بصدد تبادل المعلومات من أجل إعطاء دفع قوي للعلاقات والاستفادة من التجربات الجزائرية. تباحثنا العلاقات التي تجمع الجزائر بلوزوتو في مجال تطوير الرياضة، كما استمعنا كذلك إلى التجربة الجزائرية في مجال الرياضة الشبانية تحضيرا لموعد الأولمبياد 2022. سعدنا كثيرا في لأنه كان فيه مشاركة قوية تاع كل شباب إفريقيا وإخواننا أيضا العرب، ووفد وزاري هام جدا. تقاسمنا معا افتتاحية بنهار الأمس التي أشرف عليها دولة الوزير الأول، كان بمستوى عالمي. وتعزيزا للتعاون بين الجزائر وموريتانيا، حل ببلدية أم العسل بتندوف وفد موريتاني من بلدية تيشيت المعروفة بإرثها التاريخي في زيارة لبحث فرص بعث توأمة بين البلدين. فاطمة الزهرة بن فرجلة تابعت الموضوع.
بعد الاستقبال الرسمي للوفد الموريتاني القادم من بلدية تيشيت من طرف السلطات الولائية بتندوف، كانت الوجهة نحو بلدية أم الحسل، حيث حظي الوفد باستقبال من طرف السلطات البلدية والأعيان. تعكس العلاقة الوطيدة والله الإصرار من الحكومات، الحكومة الموريتانية والحكومة الجزائرية، على تلبية حاجيات ورغبة الشعوب في التواصل فيما بيناتها في إطار تنموي حضري في إطار لا مركزي. المنطقتين متشابهتين في التراث وفي العادات، وإن شاء الله يكون العلاقات بين التجار الموريتانيين وأهل أم العسل إن شاء الله في تبادل وفي تقارب. وللاطلاع عن قرب عن المؤهلات التي تسخر بها بلدية أم العسل، تنقل الوفد إلى كل من قرية حاسي خبي وقرية المنير في زيارة دامت 3 أيام، ومن المنتظر أن يتم إبرام اتفاقية توأمة بين كل من بلديتي تيشيت الموريتانية وأم العسل الجزائرية مستقبلا، لتعزيز التعاون المشترك بين الجزائر وموريتانيا. وقف اليوم وزير الموارد المائية حسين نسيب عند التحسن الملحوظ في التزويد بالماء الشروب بولاية برج بوريريج بعد دخول مشاريع التحويلات الكبرى للمياه أحيز الخدمة. ابتسام جوي. أمان فرش حان ونزري أمان نكري ديما ونيس عن سيتيرنا في التغمد ونيس عن كمين التغمد ونيس عارة ديما انتغيثن سيتيرنا سميتين الفيد انتغ فرم يغزري مكاس مكثيمة يعطيكم الصحة تبارك الله فيكم اليوم ده مربوح إن شاء الله. هكذا استفادت البلدية الشمالية لولاية برج بوريريج وعددها 8 من نظام التموين اليومي مع دخول مشروع تعزيز التزويد بالماء الشروب. اليوم وضعنا في الخدمة كذلك مشروع مهيكل اللي هو التحويل من خارج الولاية من 6 شحاف موجود في بجاية نحو شمال برج بوريريج لفائدة 5 بلديات، ولكن فيه 3 بلديات أخرى الأشغال انطلقت لربطهم للسد تيشيحاف في مرحلة ثانية. كما قفزت نسبة السكان المزودين بنظام يومي بولاية برج بوريريج من 12 إلى 34%، وستعرف تحسنا أكبر مع دخول عدة مشاريع حيز الخدمة. 15,000 متر مكعب يوميا لفائدة عاصمة الولاية وبعض البلديات لتستفد من سد عنزادة، فيه آبار، فيه عدة مشاريع، وفيه كذلك تحويل المياه نحو دائرة رأس الواد. هذا التحسين الملحوظ سيزداد من الآخر سنة. هذا وقد استفادت الولاية من برنامج استعجالي بغلاف مالي يقدر ب 3.1 مليار دينار جزائري سيسمح بالقضاء على النقاط السوداء الخاصة بالقطاع بها. وضمن البرنامج الخاص دائما بالتحويلات الكبرى للمياه، استفادت أم البواقي من مشروع إنجاز سد أوركيس الممون من سد بن هارون على أمل الحد من مشكل نقص المياه. محمد رضا بوزيان. أوركيس هو السد الخزان الوحيد بولاية أم البواقي والذي يدخل في إطار منظومة التحويلات الكبرى لسد ابن هارون لتمويل سكان الولاية بالمياه الصالحة للشرب بعد معاناة دامت سنوات طويلة. سد أوركيس الموجود بأم البواقي سعته 65 مليون متر مكعب، ومنذ امتلاء هذا السد لغاية يومنا هذا بلغت 46%، وكلف هذا السد خزين الدولة ما يقارب 4 ملايير دينار جزائري. ولإيصال الماء إلى المنازل يجب المرور بمحطة التصفية هذه، والتي ستعالج 136 ألف متر مكعب يوميا. ولعدم انتهاء الأشغال بها اقتنت وزارة الموارد المائية محطة أحادية للتصفية لمعالجة 55 ألف متر مكعب يوميا للتخفيف من المعاناة خلال فصل الصيف. محطة التصفية والقنوات والخزانات كلفت خزينة الدولة أزيد من 16 مليار دينار جزائري. بما أن المحطة الرئيسية لمعالجة المياه التي ستنتهي بها الأشغال بعد 10 أشهر، تم اتخاذ إجراءات استعجالية من طرف وزارة الموارد المائية باقتناء هذه المحطة أحادية التصفية، هي ستاسيون مونوبلوك، ووضعها في الخدمة في الأيام القليلة القادمة. تم تركيبها من طرف شركة جزائرية 100%، ولذا سيدخل
سد أركيس بصفة إجمالية، يعني تحويل سد أركيس الخدمة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. ها هي مياه سد ابن هارون تصب هنا في سد أركيس لتزويد 400,000 نسمة من بين 700,000 نسمة عدد سكان الولاية. وتزامنا وموسم الصيف، نظمت رابطة الشباب العلمية للهواة مخيما صيفيا علميا لفائدة 50 طفلا. المخيم يجمع بين متعة الاستجمام واكتشاف المواهب الشابة وصقلها. يونس لك حل الديب. ما يميز عطلة هؤلاء الأطفال هذه الورشات العلمية التي تتنوع بين الطيران والروبوتات وتقنية الطروادي وعلم الفلك، حيث يتم تطوير هذه المواهب الشابة من طرف مؤطرين أكفاء. كما أنا دخلت الروبوتيك تعلمت بزاف حوايج، البرمجة، الصناعة، هايلة هاد المخيم. احنا في المدرسة تاعنا ما كاش، مي هنايا لقيت كلش، وكانت عفسات ما خدمت بهم من قبل، ما كانت حاجة هايلة. أنا هنايا في ورشة طباعة ثلاثية الأبعاد، وطباعة ثلاثية الأبعاد هي رأس مصور تتشيدها في أرض الواقع. وهي تتكون مثلا بالمادة البلاستيكية نطبعها في الطابعة ونصنع صور ثلاثية الأبعاد. رحنا للبحر، استمتعنا بالوقت وفرحنا بزاف، ودنا تاني أشغال، دنا مدولنا كتب للمطالعة. مخيم علمي وصيفي من تنظيم رابطة الشباب العلمية للهواة لتشجيع ممارسة الأنشطة العلمية والتقنية لدى الشباب. اليوم نقول أن الورشات العلمية دافع رئيسي وهام بالنسبة للأطفال لتكوين جيل مواطن، معناه ببساطة المواطنة تمارس اليوم في كل مكان وبالدرجة الأولى في الصيف، لأنهم في اتصال مع عالم الأنترنت يشوفوا هذه التقنيات في البلدان المتطورة، ينقصهم هذا المجال في المدارس خاصة، وينتظروا فصل الصيف بشغف. المخيم يدوم لمدة 10 أيام ولا يخلو من تنظيم خرجات إلى البحر للترفيه لما يفوق 50 طفل. وحظ أطفال ولاية نعامة من المتعة والاستجمام أضحى وافرا أيضا بفضل مسبحين جديدين يضافان إلى 4 مسابح أخرى من شأنها التخفيف من وطئ الحر الاستثنائي لهذا الصيف، يقول وليد قادري. في ولاية حارة مثل النعامة، السباحة في فصل الصيف هوس للأطفال ومبتغى للكبار، يجمع بين الرياضة والتسلية. أصبحت الوجهة إليه متوفرة بعد أن وصل عدد المسابح بالولاية إلى 6 ضمن الهياكل الرياضية العمومية. استلمنا مؤخرا المسبح الجواري لبلدية البيوض والمسبح الجواري لبلدية تيوت، ويصبح العدد المسابح لهذه الولاية 6 مسابح، 3 شبه أولمبية و3 مسابح جوارية. إذن بمناسبة موسم الاستياف وضعنا برنامج لهذه المسابح يمس كل الفئات العمرية. المسابح الموزعة على 6 بلديات صارت فضاءات تجلب فئة الأطفال خصوصا، بعيدا عن مخاطر السباحة في المجمعات المائية غير المحروسة التي لم تعد مقصدا بعد توفر هذه المسابح التي تضمن الحماية وتعمل بشكل مستمر. قبل ما تفتح لابيسين كنا نمشي للبراج نعومه، كاين الريسك تما، كنا غير في السموش نريحوا غير في السمش برا، ونمشوا غير السدود في المخاطر. من حاله لابيسين الحمد لله، وفرحنا حنايا بزاف بزاف، ما كانش عندنا وين نروحوا، الحمد لله درك دايرين لابيسين رانا نمارسوا فيها الرياض. تمت التغطية الأمنية حسب البرنامج المسطر من طرف مديرية الشباب والرياضة، تغطية أمنية لجميع هذه المسابح على كامل تراب الولاية، حيث خصصنا عونين مؤهلين في كل مسبح. زيادة على الفوائد الرياضية لمثل هذه المرافق، هي تضمن كذلك الاستمتاع بالعطلة الصيفية للأطفال وبالأخص من لا تسمح لهم الإمكانيات بالتنقل نحو الشواطئ. Yeah.
أشرف قائد الدركية الوطنية العميد غالي بالقصير على تنصيب العقيد محمد تريكي قائدا للقيادة الجهوية الثانية للدركي الوطني بوهران، وهذا خلفا للعميد كريم بعيبن. وكان قائد الدركية الوطني قد استقبل من قبل اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية. وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018، وتطبيقا لمخطط التحويل السنوي 2018 المصادق عليه من طرف نائب السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنصب رسميا هذا اليوم العقيد تريكي محمد في منصب قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران. احتفاء بالذكرى 15 لتوقيع اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المبرمة بين الجزائر وإيطاليا، رصت اليوم بميناء الجزائر الفرقاطة الإيطالية سيروكو. وعلى هامش الرسوق قام الأميرال البحري أورليو دي كاروليس بزيارة مجاملة لقائد القوات البحرية اللواء محمد العربي حولي بالأميرالية مقر قيادة القوات البحرية. كما قام قائد الفرقاطة الإيطالية بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى سماح زين الدين. في سياق الجهود التي تبذلها مختلف قواتنا المسلحة وفي إطار مكافحة الإرهاب، سلم الإرهابي المسمى العربي اللاد من ويجح المدعو الخطاب سلم نفسه اليوم لسلطاته العسكرية بتمراس، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية تكرارية ومخزن مملوء، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، وهذا حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطنية. وبذا ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم منذ بداية شهر جويلية الحالي إلى 13، بالإضافة إلى استرجاع 14 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات. إن هذه هي نتائج، يضيف البيان، تؤكد نجاعة المقاربة المتبنات من طرف قيادة الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب. وضمن جهود مكافحة الإرهاب دائما وإثر عملية بحث وتمشيط بضواحي عين الدفلة، كشفت ودمرت أمس مفرزة للجيش الوطني مخبأ للإرهابيين يحوي كمية من المواد الغذائية، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بسكيكدا. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وإثر دورية استطلاعية بمنطقة بني والنيف الحدودية ببشار، ضبط حراس الحدود أزيد من 62 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين حجز حراس السواحل كيلوغراما واحدا من الكيف المعالج بالغزوات، في حين أوقفت مفرزة للجيش بعين قزام مهربا وحجزت مركبة رباعية الدفع وكمية من المواد الغذائية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بحوزتهما 3 بنادق صيد بدون وثائق، إضافة إلى كمية من الخراطيش والبارود بتيارت. حزبيا الآن، أشرف مفوض الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ناصي على لقاء تكويني ضم المكلفين بالاتصال الإلكتروني لولاية الغرب، حيث يهدف اللقاء إلى تمكين مناضلي التجمع من التكنولوجيات الحديثة وإبراز دور هذه الوسائل في التأثير على المشهد السياسي والاجتماعي. نحرص في التجمع الوطني الديمقراطي على الاستغلال الأنجع لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل بناء الجزائر، وإحنا باعتبارنا حزب متخندق في خندق بناء الجزائر، حزب وطني، فمن دورنا نحن كشباب وكمناضلين للتجمع الوطني الديمقراطي أن نساهم ولو بالقليل في مسيرة بناء الجزائر. كوريا ثرى بإليزي المجاهد ناصر أجايدر عضو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 95 عاما بعد مرض عضال. الجنازة حضرتها أسرته الفقيد ومجاهدون وجمع غفير من المواطنين. إنا لله وإنا إليه راجعون.
في خبرنا الدولي، دعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء وحدة أزمة لاحتواء المهاجرين في أقرب وقت ممكن وتقسيم الأعباء بين الدول الأعضاء المستقبل لهم. يأتي هذا في وقت يتدفق فيه المهاجرون بشكل مستمر على السواحل الإيطالية. التقرير لعبد النور باوس. هنا على السواحل الإيطالية منفذ لآلاف المهاجرين بطريقة غير شرعية، مما أثقل كاهل السلطات الإيطالية ودفع روما إلى مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بإنشاء وحدة أزمة لتقاسم العبء بين الدول الأعضاء. فالاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي حول الهجرة الشهر الماضي لم يقدم الدعم الكافي للحكومة الإيطالية في مواجهة تدفق المهاجرين، وترى روما عدم الجدية في بعض نصوص الاتفاق كعدم إلزام أي دولة من دول الاتحاد بتوطين اللاجئين، والقيام بذلك يتم بشكل طوعي. فالنقاط تبقى خلافية بين الدول الأوروبية وتعكس انقساما واسع النطاق حول مشكلة الهجرة. ومشكلة الهجرة حسب رأي المتتبعين تؤرق القارة العجوز اليوم، وهي حصاد ما زرع بالأمس. في الذكرى الأولى لرحيله وقفت الأسرة والفنية بوهران وقفة عرفان وتقدير للفنان الراحل بلاوي الهواري، كما بادرت المحطة الجهوية للتلفزيون بإطلاق عمل فني يخلد أعمال الراحل. محمد سلمي. أسمع أسمع يا حبيبي يا حبيبي، أسمع أسمع. السنة الأولى تنقضي لرحيل عميد من أعمدة الفن الوهراني، ولا يزال الفنان بلاوي الهواري حاضرا في قلوب محبي وعشاق الطرب الأصيل. هو إنسان متواضع، هو عبقري، وهذه طبيعة العباقرة وطبيعة العظماء، فهم دائما يتواضعون. مد للأغنية الجزائرية كان متميز كثير بالطبوع، بالإنسان قام بعصرنة الأغنية البدوية والأغنية الوهرانية. فريق شاب من محطة وهران بالتلفزيون الجزائري يقف وقفة إجلال واحترام لهذه القامة الفنية بإطلاقه كليب غنائي يروي مآثر الفنان بلاوي الهواري. يا زمان يلي عاش فيك ذاك الفنان، يلي تربى ترعرع وكبر في وهران، شيخنا المحبوب من ظهر زمان. في ظرف يعني 20 يوم تمكننا بالاتصال بالفنانين والموسيقيين وعملنا هذه الأغنية، عمل يعني صغير نخلدوا فيه عملاق كبير. مبادرة أراد من خلالها هؤلاء الشباب أن يقولوا لبلاوي الهواري: نم قرير العين، فنحن على الدرب سائرون وعلى الأمانة ساهرون. نوفي ونصون الأمانة، هكذا البلاوي يرقد مرتاح. آه يا زمان آه يا زمان. والعمالقة لا يرحلون. في الرياضة، أسفرت عملية القرعة الخاصة برزنامة مباريات الرابطة المحترفة لكرة القدم للموسم الجديد عن مواجهات واعدة، حيث تنطلق الجولة الأولى يوم 10 و11 أوت المقبل. هذا وبحث الرئيس الجديد للرابطة المحترفة عبد الكريم دوار مع رؤساء الأندية، بحث عدة نقاط عالقة أهمها الوضعية المالية للفرق، حقوق والبث، وضعية والأندية مع لجنة المنازعات، وعملية تأهيل الملاعب. المكتب الفيدرالي خذ قرار العام المنصرم باش هذا النوادي تخلص، ودار لهم كالندري، والكالندري لا بايتي ريسبكتي من بعض النوادي، كاين اللي خلصوا وكاين اللي ما خلصوش. كن جدا البايمون حتى البداية السنة هذه 2018، والرست يكون حتى النهاية في الميركاتو اللي جاي من أجل التخفيف، لأن شايفين بعض النوادي مستحيل باش يخلصوا الديون هذه. لجان المعاينة اللي خرجت ليس لها الحق أن تقول هذا الملعب هومولوجي أو غير مؤهل أو غير مؤهل.
وننهي من حيث بدأنا. وفي اليوم الأول للألعاب الإفريقية للشباب توجت الجزائر بأول ميدالية ذهبية بفضل المصارع عبد الله رموش، فيما أضافت المصارعة نهال بوشكيف ذهبية ثانية ليدعم دريس مسعود رضوان رصيد الجزائر بذهبية ثالثة. كما توج المنتخب الوطني باللقب الإفريقي في الفردي بمجموع 7 ميداليات، في حين توجت الرباعة نور الهدى صابري ب3 فضيات في رفع الأثقال، فيما أضاف الرباعة أرميلي فضية أخرى. هنيئا إذن لرياضيين. بقي فقط أن نذكر بأبرز العناوين. تتويج الجزائر عاصمة للرياضة الإفريقية باحتضان أكبر محفل للشباب، والمشاركون يكرمون رئيس الجمهورية نظير جهوده في خدمة الشباب وإسهاماته في رفاه وتنمية القارة. تنفيذاً للحركة الجزئية التي أجرها رئيس الجمهورية في سلك القضاء، تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازا، ووزير العدل يؤكد أن العنصر البشري الكفء أساس تكريس دولة الحق والقانون. طلبة البكالوريا إذن يواصلون في هذه الأثناء الاطلاع على النتائج عبر خدمة مجانية. وقطاع التربية ينظم ورشات تكوينية للحوار والتشاور لضبط رزنامة الامتحانات الرسمية. محطة جديدة لضخ المياه ببرج بوريريج، وسد أوركيس بأم البواقي ضمن برنامج التحويلات الكبرى للمياه. وتابعنا في موسم الاصطياف مخيمات علمية بتيبازا، تنافس واكتشاف للمواهب، ومسابح جديدة بالنعامة للتخفيف من شدة الحر الاستثنائية. كالعادة عناويننا الإلكترونية في الخدمة. قبل أن نفترق نترككم مع أجمل صور افتتاح تظاهرة الرياضة الإفريقية التي كانت يوم أمس. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. حياتنا بين يدينا هدا وين بدينا والامل ما زال.